أسبوع مليء بالوعود الوهمية والآمال المعلقة. كيف لجلسة استثنائية واحدة أن تجعل من النار ماء؟ ورغم ذلك كنا على الموعد منتظرين معجزة أخرى كمعجزة يونس. فالغريق كما يقولون يرى أن القشة قد تكون سبباً بنجاته، يتمسك بها جيداً فيغرق وهو ممسكاً بها. غلاء معيشي حجب الثقة عن عقولنا، جلسة طارئة واحدة لا تكفي، وفريق اقتصادي واحد لا يكفي، وسياسة قذف المسؤوليات لم تعد تجدي. فالمواطن يستطيع اليوم وبسهولة أن يقرأ الزيفة من تصريحاتكم. 13 عاماً كانت كفيلة بإكسابنا الخبرة. حلقة جديدة من كل مكان، والبداية دائماً بالعناوين. اللاذقية وجبلة من دون مياه، ونهر السن عم يصب البحر. السادة أعضاء مجلس الشعب، المجلس ليس منصة سوشيال ميديا. كيف ممكن تخسر 400,000 بثلاث خطوات فقط؟ طلاب التحضيري نعتذر، زواج الأخوة كان خطأ مطبعي. هندسة للدات وكلية التعامل مع البطاقة الذكية لمواكبة آخر التطورات. السادة أعضاء مجلس الشعب الموقرين، قبة مجلس الشعب ليست منصة سوشيال ميديا، وجب التوضيح. أنا ما بكفي أكتب ورقة بخط إيدي عم طالب فيها بحجب الثقة عن الحكومة وانشر هاي الورقة على صفحتي مشان يتداولوها صفحات الفيسبوك. أنتوا بتعرفوا إنه هاي الورقة اللي أنتوا نشرتوها أخذت انتشار وجدل واهتمام أكثر من الجلسة الطارئة بحد ذاتها؟ أوليك إجت الحكومة وحكت يلي عندها وراحت، إيه شو استفدنا يعني؟ يعني هاي الجلسة اللي صارت إن تمت ولا لا شو كان فرق؟ الجواب لا شيء. أساساً نحنا شو صار جوا نحنا ما بنعرف. يعني طالما جلسة استثنائية طارئة لمناقشة الوضع المعيشي للمواطن، فالناس كانت عم تطالب إنه تشوف وتسمع شو حكيتوا. يعني أنتوا عم تحكوا عننا بالأخير مو عن حدا غريب. يعني إحنا بصراحة ما بنعرف شو صار جوا. يعني في عضو مجلس الشعب قال إنه رح تكون هالجلسة صاخبة. هل كانت صاخبة؟ كل اللي بنعرفه إنه بعد هالجلسة ما نزل سعر الصرف ولا تحسن الوضع مثل ما كان مكتوب بالورقة. في عضو مجلس شعب آخر قال إنه بده يسأل الحكومة كيف أنتوا عايشين؟ ما بعرف دخلك سألتهم هالسؤال جد ولا بس سألته على السوشيال ميديا. وكما هو متوقع انتشر بعد هالجلسة فوراً مقاطع فيديو لأعضاء مجلس الشعب كلاتهم عم يحطوا صورتهم وبيكون مسجل شو سأل وشو حكى جوا قبة المجلس. طيب بدي منكم بس تقروا تعليقات الناس شو عم تقول؟ الناس عم تسأل إنه أنتوا ليش عم تتعاملوا مع قبة المجلس إنه هي منصة ولازم بس تخلصوا اجتماع فوراً تنزلوا لنا فيديو أو ريل مشان زيادة عدد المتابعين يعني، ولا مشان يقوى الريتش عنكم؟ خلونا هلأ نشوف تعليقات الناس على هذا الموضوع كيف كانت ونرجع لحتى نفتتح الحلقة. دعوا لدورة طارئة وجلسة طارئة، استفدنا من شيء نحن؟ إيه طبعاً طلع سعر الصرف أكثر. شو كمان استفدنا؟ دائما الحالات العكسية بتصير عندنا نحن. هلا أعطوا شوية تفاؤل للشعب وإن شاء الله يكونوا قد التفاؤل اللي أعطوه للشعب. نحن ممكن متوقعين منهم أكثر؟ لا، ما كنا متوقعين شيء. يعني كتر خيره اللي اجتمعوا. سعر الصرف على أساس ينزل زاد. المواد كنت أخذ شح على مستوى شحاطة عم باخذها ب 12,000 قديش اليوم؟ 23,000 ومع تقليع. بدك اشتري ما بدك الله معك. هذا صار شيء معاكس، يا ريتنا ضلينا ما في جلسه، يا ريت كان ما في جلسه. انا بحكي الصراحه، انا مشكله بحب احكي الصراحه. لغايه لهلا ما بين ما اسمر شيء، يعني ما شفنا شيء على الواقع. نتمنى يكون في شيء جديد على الواقع ان شاء الله. والله مو زياده لا بصراحه. ما فاتنا؟ حيفيدنا مستقبلا؟ ان شاء الله. ما استفدنا شيء. يعني موضوع الدولار نحن بسوريا عم تشتغل بالسوري. فجأة ارتفع البيض، ارتفع كذا، ارتفع كذا، يعني الموظف شو بده يكفي؟ أنا مثلا عندي ورشة خياطة،
اليوم بالسوق بالحريه مثلا القماش كله على الدولار والكلف كله على الدولار، مسكر صار 3 اسابيع مسكر، يعني 7 عمال انا وياهم وقفنا ما عاد اشتغلنا شيء. بناء على تعليمات السيد الرئيس، وزير الإدارة المحلية أصدر تعميم لضرورة التعاطي الإيجابي مع كافة الوسائل الإعلامية المرخصة أصولاً وتزويدها بما يلزم من معلومات، تكريساً لمبدأ الشفافية في نشر المعلومة وتنفيذاً لمبدأ الرقابة الشعبية. هذا التعميم رح يغير كتير من اتجاه الإعلام السوري، وأنا بوعدكم وعد شرفه من هاي الطاولة، أي مسؤول نطلب منه معلومة أو اتصال وما بيرد علينا رح أقول على الهواء، رح أقول إنه نحنا طلبنا من فلان الفلاني إنه يحكي بالموضوع الفلاني وما قبل، لأنه الناس من حقها تعرف شو عم يصير أو شو رح يصير بالمستقبل. وأنا عملت قبل، فيكن تسألوا مؤسسة مياه الشرب أو تسألوا المحافظة كمان. أي مشكلة بدها معلومة منك يا سيدي المسؤول، من واجبك تجاهنا تطلع وتحكي فيها بشفافية. أنت مسؤول بمنصبك اليوم لحتى تخدم المصلحة العامة، مو لتتكبر على المصلحة العامة. كتير بيسألوني أنا أنه أنت كتير بتحكي بموضوع الكهرباء، طيب شو الفائدة؟ الفائدة أنه من واجب الإعلام دائما يضل وراء المشكلة تنحل، أو على القليلة لحتى يشوف المسؤول أنه في مين وراء، في مين عم يتابعه، في مين عم يتابع له شغله. وقت يكون هالمسؤول شغله إيجابي رح نطلع ونقول له الله يعطيك ألف عافية، بس وقت يكون شغله سلبي رح نطلع ونقول له أنت هون عم تغلط، بجوز هو يكون مو منتبه. فلا تخافوا، نحن موجودين هون إن شاء الله لنضل نخليهم عم ينتبهوا. ما ضل هلأ غير أتمنى التوفيق للجميع والالتزام بهالتعميم الرائع. ما بتصدقوا قد أنا مبسوط فيه، لأنه الأيام الجاية رح تثبت إنه الإعلام السوري هو إعلام قوي جداً وقادر إنه يكون سند وأداة بتصحيح الأمور. كيف ممكن تخسر 400 ألف بثلاث خطوات فقط؟ الخطوات سهلة جداً وبسيطة، طلع برا البلد، رجع ادخل، وروح وقف عند شباك تصريف $100. يا سلام على الأخبار الحلوة، هيك من الأول قال صاروا يعطونا بس نصرف $100 على حدود 854 ألف، يعني صاروا يخسرونا بس 400 ألف. أول مرة بتشوف واحد خسران 400 ألف ومبسوط، مو؟ مبسوط لأنه كانوا قبل يعطونا 654 ألف، والدولار بالسوق السوداء اليوم هو 12500، وبنشرات المصرف المركزي هو 99، يعني كانوا يخسروني 600 ألف، اليوم عم يخسروني بس 400. يا سلام، كل السوريين، كل الناس، حتى الفنانين السوريين عم يشتكوا. عم تسمعوا شكواهم؟ طيب أنا ليش لأخسر 400 ألف المصرياتي؟ لأني صرفت، يعني أنا هال400 ألف اللي خسرتوني إياها أعطفها من الشجرة مثلاً؟ طيب هي مو تعبي ومو جهدي؟ أنا إذا بطلع لبنان شوف دكتور روحة رجعة ساعة واحدة بس بدي صرف، إذا بروح لحتى شارك بفعالية معينة ليوم واحد بس بدي صرف. يعني أي خطوة بتخطيها برا الحدود هي محسوبة عليك وحقها مصاري. شو مفكرين الفوتي على البلد مثل الطلعة منا؟ أي مغترب راجع يستثمر بالبلد أول شيء بده يصرف، أي مغترب راجع يشوف أهله بدك تصرف. طيب نحن مو بدنا نشجع المغتربين يرجعوا على البلد على أساس؟ قد ايه كانت لفتة حلوة منكم لو وقفتوا هالقرار بالصيف مثلاً؟ ما أساساً المغترب اللي جاي على البلد هو مصرياته دولار وجاي يصرفهم بقلب البلد، أكيد ما في مغترب اليوم جاي يعيش على حساب أهله. بس بدنا نذكر أنه قرار تصريف $100 طلع من 3 سنين، وقتها كان الدولار ب2500 ليرة، واليوم الدولار ب12500، يعني صار الصرف زاد 350%. وجب التذكير فقط، الناس فقط عم تطلب أنه صرفونا $100 بسعره الحقيقي. الفنان أيمن زيدان والفنان كرم الشعراني والفنان قاسم ملحب هن آخر من اشتكى من هالقرار، والناس كلها عم تشتكي من هالقرار، فهل من مجيب؟ شو وجه الشبه بين $1,000,000 وستوري الانستغرام؟ قال الجواب بيقول انه الاثنين بيخلصوا ب 24 ساعة، لو احيانا الستوري بيكون نفسه اطول كمان. الله على هالاسعار يلي بالسوق، من وين بدكم بلش؟ طيب
لنفرض بدنا نعمل المساء قاعدة متة وأرجيلة، تمام؟ علبة المعسل ب 20,000، علبة الفحم ب 25,000، علبة المتة نص كيلو ب 22,000، وأخيراً كيلو السكر ب 18,000. يعني 85,000 ليرة صارت بتكلفك هالقعدة الحلوة البسيطة. هي لسه ما حكيت عن فطور الصبح وعن غدا الظهر وعن باقي المصاريف. أنا ما بيزعلني والله غير وزارة التجارة الداخلية يلي قال لهلأ لسه بتنزل لائحة أسعار وما حدا عم بيرد عليها. لك حتى الدكان يلي فاتح تحت الوزارة ما عم يلتزم بأسعاره، وكل هالشي صار لأنه طار سعر الغالي. سمعانين بالغنية اللي بتقول تطير أنت بالعالي ما نوصل لك يا غالي؟ عم تتنفذ. وقديش اليوم سهل الحكي، يعني قديش سهل تقول بدي مليون لحتى اشتري فيها. تفضل طلع هالمليون إذا فيك. وآخ يا خوفي لسه مع الأيام تتعدل هالحزورة تبع المليون والستوري وتصير شو وجه الشبه بين المليون ليرة وغنية لأم كلثوم. العالم عم يمشي ويتغير بسرعة، كل يوم في إنجاز جديد واختراع جديد، ونحن لحتى نواكب هالثورة العلمية اللي وصلت لعنا على البلد أم نطلب من وزارة التعليم العالي إضافة بعض الاختصاصات المهمة للجامعة. مثلاً ألا نحن اليوم بحاجة لقسم هندسة ليدات لحتى نركب الليدة بطريقة احترافية مخفية من دون وصلات معقدة؟ مهندس مولدات، نحن اليوم بأمس الحاجة لحدا يعرف يتعامل مع مولدة يمكن تشتغل 23 ساعة باليوم. كلية طرق التعامل مع البطاقة الذكية، أي كلية جديدة جيدة جداً والإقبال عليها رح يكون كثيف إن شاء الله، بتعلمك كيف ممكن تكفيك بطاقتك الذكية لشهر كامل لو أحياناً ممكن يزيد عندك كمان. معهد عالي للبيدونات، هذا بقى شغلة كبيرة، هذا بيجمع بين الفيزياء والكيمياء، تقدر بنظرة واحدة بس للبيدون تعرف كم لتر ناقص وإذا المادة اللي جواته مخشوشة ولا لا، بنظرة واحدة بس. أما أخيراً المعهد العالي لاستخراج جواز السفر، هذا بيعلمك كيف تطلع وتنزل على الدراج من دون ما تتعب، بيعلمك كيف تختم وتوقع 3 استمارات ب5 دقائق، وأهم شيء أنه بيعلمك الصبر، كيف تصبر على طلباتك شهر شهرين سنة سنتين. ولسه في كلية ألواح الطاقة وكلية هندسة الأمبيرات، يعني في عدد لا بأس فيه من الكليات يلي نحن بحاجتهم اليوم لحتى نقدر نواكب هالتطور السريع يلي عم نمر فيه. أنا طالب تحضيري وعم أدرس ليل نهار وبدي من الله علامة، آخر شي بيجيني بالامتحان سؤال عن زواج الإخوة، لا حدا ينصدم ويقول أني أنا جنيت، أنا بس عم أحكي شي صار مع طلاب التكميلي بامتحان مادة الوراثة. أول رد من وزارة التعليم العالي كان شجرة العائلة من المواضيع الموجودة بالكتاب والمشروحة بالمحاضرات بشكل كافي، وهذا النوع من الأسئلة بيقيس مهارة الطالب. بالله شارحينا وعاطينا، يعني الأمور تمام وعم تقيسوا مهارة الطالب من هذا السؤال؟ ليرجع يتدارك معاون وزير التعليم الخطأ ويقول إنه هذا خطأ مطبعي ورح يتم إلغاء السؤال من سلم التصحيح. إيه شكراً والله لأنه رح تلغوه، لا أخلوا أمان أخلوا. شو هالخطأ المطبعي؟ يعني نحن ما عم نفهم يلي بيحط الأسئلة ما بيرجع بيشوف شو حط؟ طيب لنفرض أنه ما انتبه، معقول ما في حدا من بعده دقق الأسئلة يلي انحطت؟ ولا خلاص منحط أسئلة وكيف ما إجت تجي؟ هذا خطأ كارثي غير مقبول لا مهنياً ولا أخلاقياً، وهي مو أول مرة بتصير على فكرة. بدورات قبل جايبين لهم للطلاب التحضيري سؤال عن شاكيرا وبيكي، وشي سؤال عن نوع فستان ماريا، مين ماريا ومال طالب التحضيري ومال شو نوع فستان ماريا؟ نتمنى يكون في انتباه أكبر ومسؤولية أكثر بوضع الأسئلة، وأنه إذا حابين تقيسوا مهارات الطالب بالتحليل قيسوها بشي منطقي، مو تقيسوها بسؤال عن زواج الإخوة وفستان ماريا. نحن برأينا تلغوا الرواتب كل آخر شهر وخلص، صيروا قولوا للموظف شكراً يسلموا إيديك يعطيك العافية عزبناك معنا، والله بيكون أحسن، يعني بينبسط فيها أكثر من الراتب. إلكم من شهر شباط عم تدرسوا يا حكومتنا زيادة الراتب، يلي درس دراستكم صار اليوم بروفيسور. طيب إيمتى رح تخلصوا من هالدراسة؟
نجي نساعدكم. طيب نعطيكم أسئلة متوقعة. طيب رح نعطيكم بعض الأسئلة المتوقعة تكرم عينكم. أهم سؤال متوقع أنه يجيكم هو بيقول كيف جاي من قلبكم كل يوم ترفعوا بالأسعار؟ ثاني سؤال متوقع، ليش تراجع سعر الصرف 400% من وقت ما أنتم تواجدتوا لليوم؟ السؤال الثالث، عم تقطع الكهرباء عندكم مثل ما عم تقطع عنا؟ أما السؤال الأخير فهو اختياري، فيكن جاوبوا عليه فيكن لا. السؤال بيقول عم تقروا تعليقات الناس على السوشيال ميديا؟ إذا ما عم تشوفوها نحن منعذركن، أنتم عندكم دراسة يعني، ولكن افتحوا وشوفوا تعليقات الناس، وأنا بأكد لكم أنه كل مشاكلكم ممكن تلاقوا لها حل من هالتعليقات. الناس بالتعليقات عم تعطيكم حلول، شوفوها واستفيدوا منها. وأنا هلأ كرمالكم رح أطلب من كل مين عم يسمعني يقترح ويكتب حلول للحكومة، وبطلب بنفس الوقت منكم بس تاخدوا بريك من دراستكم تشوفوا هالتعليقات. تخيلوا لهلأ ما حدا من وزارة الكهرباء طلع اعتذر، محافظات ومدن بلا كهرباء وما حدا من الوزارة طلع اعتذر، وكأنه الموضوع عادي. لهيك اسمحوا لي أنا يلي اعتذر منكم، لأنه الإنسان يلي مر عليه 13 سنة أزمة بيستاهل نعتذر منه، يلي قاعد عم يعرق هو قاعد ببيته بيستاهل نعتذر منه، يلي ما عم يعرف ينام بهالشوب، يلي عنده امتحان، يلي برات بيته تحول لخزانة، بيستاهل إنه نقول له نحن منعتذر، بيستاهل نقول له نحن آسفين لأنه الكهرباء كل 10 ساعات لتجي ربع ساعة، وشو بدك تعمل بهالربع ساعة لتعمل؟ بتحب تشغل الغسالة، بتحب تشحن موبايلك، لك حتى الموبايل بطل فينا نشحنه وبطل فينا نتسلى فيه بهالعتم، عتم وين ما فتلت وشك عتم. صح كلمة آسف ما رح تجيب الكهرباء ولا رح تقدم وتأخر، ولكن أنا لما أقول لك آسف يعني أنا حاسس فيك وعم حاول اشتغل لصلح غلطي. ولكن يبدو أن وزارة الكهرباء مو حاسة فينا، من 13 سنة لهلأ ما عرفت تتعامل مع هالأزمة، ودائماً الحجج موجودة، راح يقذفوا الاتهامات على الفيول وعلى الحصار. ويا ريت بس لو الحلول موجودة مثل مو دائماً الحجج عندكم موجودة. وزارة الكهرباء لا شكراً ولا مرحبا، ونيابة عنكم بدنا ننحني ونعتذر من كل مواطن سوري. كيف الصيف بسوريا؟ هل الصيف بسوريا حلو؟ هلا بسوريا كان على زمان قبل ايه، بس هلا لانه ما في كهرباء وموجة الحر قتلت العالم يعني. شو بتساوي انت بالعادة بهالشوب؟ بالاوعي وبعض. والله بضل اتقلب اتقلب ما بيمشي الحال، بفوت بتغسل وبنام على الارض. والله متنا مثل العالم كلياتها يعني، هل عم ينام على الارض على بلاط، هل عم يربخ حاله بشوية مي يعني، هي هذا الوضع بالبلد. بروح على المسبح، غير هيك ما في حل. كل يوم تروح على المسبح؟ تقريبا ايه، قريب على البيت لانه هذا احسن شيء. بكمش الكرتونه بهوي عادي، نصطف الارض شوي بتبارد ننام على الارض. بروح على المسبح اذا كان في مجال، ممكن اذا كان عندي وقت فراغ بطلع على البحر مثلا مع عائلتي او مع مزرعه كذا. يعني انا كل شوي عم كب مي على حالي، مي بارده 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 شوي، وقف برا اطلع برا على الحاره. اللاذقيه وجب لي من دون مياه، هذا الامر اللي دفع وزير الكهرباء ووزير الموارد المائيه للتوجه فورا للمحافظه لحتى يعالجوا المشكله، واتفقوا انه ينسقوا ما بين شركه الكهرباء ومؤسسه المياه لتحسين واقع التغذيه بمياه الشرب وتامين كميات مازوت اضافيه لمجموعات التوليد. واكد وزير الكهرباء انه رح يتم التركيز على تخفيض الاعفاء من التقنين بالاماكن اللي فيها مي بشكل جيد مقابل اعفاء محطات الضخ من التقنين. طيب اول شيء الله يعطيكم العافيه، نحن بننبسط لما نشوف وزير عم يعالج الموضوع بنفسه، ولكن بنفهم من حكيكم هلا انه قبل الاجتماع ما كان في تنسيق بين الكهرباء والمي، وبنفهم كمان انه كنتوا عم تجيبوا الكهرباء لمناطق فيها مي على حساب محطات الضخ. على كل حال هذا الحكي هلا ما عاد بقى بيفيد، اللي بيفيد انه نلاقي حل لمشكله المياه لقرى جبله واللاذقيه. وعلى فكره الحل قدامكم، ما بده كتير تفكير. نهر السن هو من أغزر أنهار سوريا، هذا النهر قادر يشرب الساحل السوري بيت بيت، وقادر يمد الأراضي كلياتها بالساحل بالمي. معقول آخر شيء هالنهر نشوفه عم يكب البحر؟ نهر السن عم يكب البحر والناس اللي ساكنة جنبه
ما عنده مي. أنا لما أقول إنه سمعوا الناس شو عم تحكي وتعلق، بقول هيك لأنه ضروري جداً إنه المسؤول يشوف الناس شو عم تحكي، لأنه ممكن يكون الحل من هالتعليقات. بدل ما تجتمعوا لحتى تنسقوا على جاية الكهرباء مع جاية المي، نسقوا بس إنه نهر السن يكب بيوت الناس وأراضيها بدل ما يكب البحر. رح أترككم هلأ مع تعليقات الناس، ولكن قبل بدي نوه على شغلة. نحن طلبنا من مدير المياه باللاذقية أن يكون معنا اتصال، وأيضاً طلبنا من مدير الموارد المائية باللاذقية أن يكون معنا اتصال، ولكن تم الرفض. قالوا نحن ما بدنا نحكي بهذا الموضوع، نحن كان في اجتماع وحكينا بالاجتماع، خلص خذوا نحن شو حكينا بالاجتماع. ولأني هلأ من شوي كنت عم أقول أنه أي مسؤول رح يرفض أنه يطلع معنا رح نفضحه أو رح نقول أنه ما طلع معنا، أنا من هلأ ومن هالمكتب عم أقول أنه مياه اللاذقية رفضت تطلع معنا باتصال مشان يحكوا عن وضع المياه باللاذقية وجبلة. وبالأخير مشكورين، يعطيكم ألف عافية. فاصل ومنتقل لنكمل باقي الأخبار. شو عم يصير بجرمانا؟ أزمة 13 سنة ما علمتنا نحب بعض ونعيش مع بعض كأخوة؟ ما علمتنا أنه لما ما نتفق مع بعض من جوا رح يأكلونا يلي برا؟ شو ذنب الناس يلي كسرتوا محلاتها وسياراتها؟ شو ذنب الناس يلي عيشتوها على أعصابها؟ يلي صار عيب، فنحن اليوم يلي فينا مكفينا ما كان أبداً ناقصنا نشوف يلي شفناه بجرمانا من يومين. أما سبب المشكلة، فناس قالت إنه خناقة بين مجموعة شباب بلشت يوم السبت، ما انشفى غليلهم من بعض فرجعوا يتخانقوا يوم الأحد، وناس قالت إنه السبب هو صوت المولدات يلي عم تضل شغالة طول الليل، ويمكن لهيك تاني يوم فوراً مجلس مدينة جرمانا حدد موعد إغلاق المحلات والورشات التجارية والصناعية والحرفية. شو ما كان السبب تبع المشكلة، فهو كان أكيد بينحل بغير هي الطريقة، هي الطريقة البشعة. نحن ما صدقنا أولادنا بلشوا ينسوا صوت القنبلة وصوت الرصاصة، ولكن للأسف في البعض ما بيستغل أي مناسبة لحتى فوراً يرجع يذكرنا بهي الأصوات. رح ينضم معي عبر الهاتف الأستاذ كفاح الشيباني، رئيس مجلس مدينة جرمانة. أستاذ كفاح، تحياتي. نعم. أول شيء أستاذ، الحمد لله على السلامة. الناس كلها عم تسأل شو يلي صار بجرمانة، أعمال الشغب يلي صارت، شو هو السبب الحقيقي؟ لأنه أستاذ اليوم كل صفحة على مواقع التواصل عم تحكي سبب معين. نعم، أول شغلة يعني مو بهالصورة اللي تطورت حضرتكم إنه هذا الموضوع اللي صار في بيوم الأحد 22/7 كان في بعض الشباب من خارج مدينة جرمانة تبين انهم متعاطين مخدرات وعم يحكوا كلام بذيء بالشارع. نعم. قدم احد الشباب من شباب المدينه لحتى ينهيهم عن هذا التصرف السيء يعني. نعم. اطلقوا عليه النار واصيبه وتم اسعافه الى مشفى تشرين عسكري كون الشاب المصاب عسكري. يوم الاثنين اشيع خبر مفاده بان الشاب قد فارق الحياه. نعم. فقام بعض الشبان صغار السن بالتوجه الى مكان الحادث اللي صار قبل بيوم. طبعا كرد فعل يعني شباب صغار هنا. نعم. كمان تم اطلاق النار عليهم واصيب اثنين منهم من قبل اشخاص من خارج، فعلا من خارج المدينه، مو عايشين بالمدينه هنا. نعم. على اثرها قام هذول الشباب الصغار كرد فعل بالتجول في شوارع جرمانة للتفتيش عن هؤلاء المجرمين الذين اطلقوا النار. بعد ذلك قامت الهيئه الروحيه وكامل الفعاليات الاهليه والجهاز ذات الصله بتهدئه الوضع، وكان ذلك. نعم. أستاذ كفاح، وخاصة بعد ورود خبر بأن الشاب الذي أشيع خبر وفاته أنه حي ووضعه مستقر والحمد لله. مات هو؟ الحمد لله ما توفى الشاب. لا الحمد لله. أساته على قيد الحياة. مات أستاذ كفاح، أنا بفهم منك أنه هو مثل ما بيقول أنه هي خناقة بين شباب. بالضبط هذا الكلام. بداية هيك صار،
دخل شباب على جرمانة من خارج المدينة. نعم. وكان بوضع يعني بوضع هن كانوا متعاطين وغير أخلاقي. نعم. فأحد الشباب تقدم لهم إنه يعني نعم. رجان يا شباب هذا الكلام ما بيصير هون عايشين عائلات وهيك، تم الإطلاق النار عليه. هذا هو السبب. هذا هو السبب. أساس كفاح. نعم. اليوم في كتير ناس أو صفحات على السوشيال ميديا عم تقول إنه المحلات لا تفتحوا، خليكم مسكرين، لا تبقى تمارسوا نشاطاتكم المعتادة. أبداً. العالم أبداً. خايفة. هل هذا الشيء واقعي؟ أبداً أبداً أبداً، هذا الكلام مو صحيح نهائياً. بالعكس، ورا جرمانة ومحلاتها كلها فاتحة. بس يا سيدي الكريم، الناس أحياناً بعض الجهات بتفسر كما تشاء. صح. الموضوع إنه بكل محلات سوريا في نظام انه محلات معينه تفتح من الساعه كذا حتى الساعه كذا، تمام؟ ما فينا المحلات تفتح على مدار 24 ساعه، ففي قيود وفي قانون بهذا الكلام. نحن عم نطلب من المحلات التقيد بوقت الفتح والاغلاق فقط لا غير. تماما. استاذ كفاح الشيباني، رئيس مجلس مدينه جرمانه، شكرا لمشاركتك الهاتفيه وتوضيح الفكره، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. شكرا. هلا. إذا مثل ما سمعنا من الأستاذ كفاح، ومثل ما نحن قلنا كمان وتوقعنا، أنه هي خناقة بين شباب، واحد عم يقول له لا تحكي هيك، بصير ما بصير، شال وقوصه. لهيك نحن دائما بنرجع لموضوعنا اللي دائما نحن مننوه له، أنه السلاح اللي بإيدين هالعالم ليش لسه هلأ موجود؟ ما لازم يضل موجود، لازم ينسحب، لأنه شوفوا مشكلة على قول ما بقول، ليش طلعت ما ليش طلعت؟ رصاص وقنابل للأسف. نتمنى ما ترجع تنعاد هيك أمور، ونتمنى أنه نحب بعض، يكون قلبنا على بعض، نسامح بعض، أحسن من هالمنظر اللي شفناه من يومين بجرمانة. إن شاء الله يا رب ما يتكرر مع الأيام الجاية. فاصل ونرجع لحتى نكمل أخبارنا. منعرف أنكم فيكم تروحوا على البحر، ومنعرف أنكم كل يوم فيكم تروحوا على مطعم، وأنكم تفطروا كروستان وتتغدوا جوردون بلو وتتعشوا سوشي، ولكن فيكن تعملوا معروف وتعملوا كل هالقصص من دون ما تنشروها على السوشيال ميديا؟ فيكن بس هلأ بهالوقت الصعب علينا، السهل عليكن إنه تراعوا شعورنا وتحتفلوا وتسبحوا وتاكلوا بصمت؟ يعني إذا بدكن توصلون لفكرة إنه أنتوا من الأشخاص اللي ما مستكن الأزمة الاقتصادية ولا مرت عليكن، فبأكد لكم إنه فكرتكن وصلت. وإذا بدكم توصلونا فكرة أنه أنتم سعيدين بالفيكيشن تبعكم على البحر أو بالجبل، كمان بأكد لكم أنه فكرتكم وصلت، وعم ندعي لكم ليل نهار الله يسعدكم أكثر وأكثر. ولكن نفس التطبيق يلي عم تنشروا عليه يومياتكم الثرية ما يمر معكم أنه في كتير ناس عم تشتكي من الوضع الصعب؟ ما يمر معكم أنه الناس عم تشتغل كذا شغل بس لتلحق أكل وشرب؟ كيف بقى يا إيلون ماسك زمانك إلك قلب تنزل شو بتاكل وشو بتشرب كل شوي، وبأي منتجع هلأ أنت قاعد، ووين عم تعمل برونزاج حالياً؟ يعني بتلاقيها حلوة بحقك أنه أنا قاعد أضوي اللدة ببيتي وعم شوف ستورياتك وعم قول يا ريت لو فيني أنا كمان أعمل مثلك؟ على كل حال، أنا كان عيب أساساً أطلع وقول هالحكي. هذا الشيء كان لازم يطلع من الشخص لحاله، من ضميره الحي يعني. ولكن يبدو أنه حتى ضميركم مثلكم آخذ فيكيشن. يعني أنا بقصد، تعالوا نتخيل لو سوريا ما مرت عليها الأزمة، وين كانت بلدنا رح تكون اليوم يا ترى؟ تعالوا نتخيل لو ما تآمرت علينا دول العالم، ولو ما انفرض علينا حصار وعقوبات. نحن مع 13 سنة أزمة ولسه لليوم بيطلع من بلدنا أبطال عالم بالسباحة والفروسية والملاكمة وإلى آخره. نحن مع 13 سنة أزمة ولسه اليوم الطبيب السوري والمهندس والفنان السوري هو الأول بمجاله. نحن كنا البلد العربي الوحيد يلي بيملك اكتفاء ذاتي، البلد العربي الوحيد يلي عليه صفر ديون، البلد العربي يلي لليوم التعليم والطبابة مجانية. حلب عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2006، دمشق عاصمة الثقافة العربية سنة 2008. نحن بسنة 2009 كان عادي إنك تمشي بباب شرقي وتلاقي جنبك عم يتمشى براد بيت وأنجلينا جولي. نحن يلي قال كلاركسون مذيع أشهر برنامج بريطاني بالعالم، برنامج توب جير، قال هو عم يطلع من الشام جملة: يؤسفني أن أرحل عن منطقة احتلت المرتبة الخامسة في لائحة المدن الرائعة على الإطلاق.
آخ يا بلدي يا بلدي يلي لليوم الناس بتتمنى وبتقول إنه تخيلوا لو فجأة نصحى من هالكابوس ونلاقي حالنا لساتنا بال2010. شو حلوة سوريا، شو بشع الظلم، وشو بشع نكون نحن الشعب الوحيد يلي بيتمنى إنه يرجع فيه الزمن لورا. Sad to be leaving what has gone straight in at number 5 in the list of all-time great cities, Damascus. تتذكروا لما كنا نقول ومن باب المزح انه والله بدي قرض لحتى اشتري هالجاكيت، او والله بدي اسحب قرض لحتى اشتري ثياب الصيف؟ اي نحن ومن باب انه كل الاحلام اللي بنحلم فيها بيحولوا لنا اياها لحقيقه، ممكن يصير في قرض تقدروا تسحبوه لحتى تشتروا منه ثياب. رئيس قطاع الالبسه بغرفه صناعه دمشق قال انه هو مع هالفكره، وقال انه نحن ما بنقدر نقسط الالبسه للناس، يعني محلات الالبسه ما فيها تبيع ثياب بالتقسيط، وقال ليش؟ لعدم وجود ضمانه. والله ما كون حق، نحن راتبنا ما ممكن يكون ضمانه لحتى نشتري فيه كنزه. يعني منين نجيب لكم ضمانه؟ بتحبوا نرهن لكم البيت مثلا؟ المهم كمل وقال انه الفكره الافضل انه تصير البنوك تعطي قروض للناس، هي القروض نشتري فيها ثيابنا. ايه تعيشوا وتعطوا والله. يعني بترفعوا لنا الاسعار لحتى يصير حق كنزه وبنطلون وحذاء مليون ليره، اخر شيء تخترعوا لنا حل لهالمشكله يلي انتم حطيتونا فيها، والحل بيكون عباره عن مشكله ثانيه، قرض لاشتري ثياب. يعني شو رح تسموه؟ قرض اكساء؟ قرض اكساء صيفي وقرض اكساء شتوي؟ بعدين شو بتديروا عند البنك؟ قل لهم مرحبا بدي قرض لاشتري ثياب، شو الاوراق المطلوبه؟ يروح يطلبوا مني بيان راتب وبيان عائلي وبيان نقابي وصوره عن شهاده السواقه وصوره عن شهاده التاسع والبكالوريا ولمحه عن حياتي وايمت اخر مره فيها بكيت والى اخره. او مثلا اذا عجبتني كنزه بمحل بقول له لصاحب المحل شل لي اياها على جنب راي اسحب قرض وارجع. نتمنى كنا من رئيس قطاع الالبسه يفكر بحلول افضل ليضل فينا نقدر نشتري ثياب. اما فقره ما بتمر رح نشوف جرعة من التفاؤل والطاقة الإيجابية. شباب عم ينشروا الحب بالموسيقى في شوارع جبلة. خلونا نشوف مع بعض هذا الفيديو الرائع. واليوم ضمن فقرة اختلاف رح يكون معي الثنائي الأقرب لقلوبنا على السوشيال ميديا. اسمحوا لي رحب بوارف وديالة، صاروا معي بالاستوديو. مرحبا وارف. مرحبا ديالة. شو أخبارك أستاذ؟ إن شاء الله بخير. كيفكن؟ أول شيء ما بخفيكم سر، أنا دائما معروف عني أني بهاجم منصات السوشيال ميديا وبهاجم المحتوى الغير هادف، ولكن بالمقابل لما نشوف المحتوى الجميل الهادف اللي بيفرجي بلدنا بأحلى صورة، فأنا هون بكون مضطر أني استضيف وارف وديالة. كثير مبسوط فيكم اليوم. شكرا كثير عن جد، بيشرفنا والله انه نجي على قناه سبا ونقابلك. يعني نحن منفتحين لكل الاسئله اللي بدك يا معلم. جاهزين لك، جاهزين لكل شيء. دائما بيقولوا ليديز فيرست، خلينا نبلش مع ديالا. ديالا اليوم عم نشوفكم عم تقدموا الصوره الحلوه عن بلدنا سوريا. من وين اجتكم هي الفكره اولا؟ وثانيا شو اللي ميزكم انتم عن غيركم من صناع هذا المحتوى؟ هلا هي اجت الفكره انه كنا نحن اول شيء عم نصور سياحه بظلمه في سياحه بالبلد، فما كان في لسه حدا طالع خاطر بباله يمسك هالكاميرا يصور المحلات يصور الشوارع. فنحن تشجعنا انه في كثير عالم عايشه برات البلد ومشتاقين يشوفوا سوريا، وبنفس الوقت في كثير مثلا كباريه بالعمر قاعدين ببيوتهم وما عم بيطلعوا على الشوارع، فما بيعرفوا شو في اماكن جديده.
فوقتها نحن شغلنا هالكاميرا يلا منهم بنعمل جوله منهم بنشوف شو في مطاعم مثلا فاتحه الشوارع نصور للناس اللي عايشه برا انه كيف في رجع الامان لسوريا والامور كتير حلوه. فلما بلشنا ننزل فيديو ورا فيديو ونلاقي التعليقات والدعم من الناس والناس حابين اللي نحن عم نقدمه أكيد. فنحن طار عقلنا. هلا شو اللي بيميزنا انه ما بعرف يمكن اذا انت اكيد حضران شوي من اللي نحن اكيد طبعا حضرهم كلهم مش تمام وشفتنا هلا على طبيعتنا على فكره نفسكم شفتنا هلا على طبيعتنا نعم نفسه اللي بيكون بالفيديو انتوا هلا قاعدين قدامي عفويين يعني يا عيني عليك. فانا شو اللي بيميزنا انه الحمد لله نحن مثل ما بتلاقينا على الطبيعه عم ننقل هذا الشيء شو العفوي بيقولوا بيوصل فورا لقلوب الناس مزبوط. وعارف الحمد لله على السلامه الله يسلمك ما شاء الله عليك كنت عامل هيك جوله بالمحافظات السوريه هلكت والله صراحه هلكت الله يعطيك العافيه. احكي لي شو كنت عم تعمل. والله هو بصراحه كان في اتحاد بموضوع الجمعيات الخيريه لغسيل مرضى الكلى فطلبوا مني اني اعمل لهم حمله خيريه وندعي العالم من داخل السوري ومن الخارج السوري انه اذا بيقدروا يتبرعوا لانه صارت الاسعار فيها يعني اجره تكلفه الغسيل الغسله الواحده بيحتاج المريض اليوم لغسلتين بالاسبوع فصارت تكاليف عاليه كثير فعم يصير عندهم مشاكل كثير فقلت لهم انا حاعمل لكم حمله ان شاء الله بكل المحافظات ندعي فيها العالم من الداخل السوري ومن الخارج السوري انه شو ما كان يتبرعوا حتى لو بقيمه 1000 ليره ونعمل لهم شيء جوله ترفيهيه كمان نصور لهم فيها المحافظات واني بنفس الوقت مشان موضوع نعمل هيك يعني نعمل شيء ترفيهي اني انا اشتغل بكل محافظه شغله ونام بالشوارع ما هو كان الهدف من هاي الحملة هو إنساني بحت نحن تقريبا يعني هلأ من آخر فترة نحن بعد ما أخذنا الإقامات الذهبية فكان عنا نحن يعني طريقين يا طريق نضل مستقرين بدبي ونصور فيها المحتوى العائلي تبع أكلنا وشربنا ورحنا نكون مثلنا مثل عم أي نشوف كتير ناس بس يعني للأسف ما بيمثلنا ولا قدرنا هيك أو يعني منضل مثلا منسافر مثل ما نحن كنا حابين بأول طلعتنا على اليوتيوب أنه نحن نزور العالم كلياته فانه نسافر من مكان لمكان بس انه هلا اهم شيء باعتبار البلد يلي نحن عايشين فيها سوريا يعني بلدنا يعني انه بحاجه حسينا انه هي بحاجه انه بحاجه نضوي على هالناس يلي عم يطلعوا مدخول يعني بيشتغلوا يوميا اذا اشتغلوا باليوم اكلوا وشربوا كشخص واحد مو كعائله اذا ما اشتغلوا ممكن يعني للاسف يعني يموتوا من الجوع تكون امورهم شوي صعبه فحبينا نحن نعمل هذا المحتوى الانساني بلشنا بسلسله اوريجينال هي افكارها كلياتها غير متاخذه من اي قناه الحمد لله يعني هي يعني صارت شو بدي اقول لك هذا شيء مميز اليوم وعارف انه انت تعمل محتوى هو ما له موجود اغلب عم نشوفه كيف الشعب السوري عايش فانطلقنا من هذا المنحة اشتغلت انا صورت حلقه يعني هو انا كنت حاطط ببالي بس انه صورت حلقه قلت لهم حتى بنهايه الحلقه اذا حبيتوني كمل بكمل ما حبيته كمل عادي ما كنت يعني انا دائما كنت لما اطلع مع ديالا ديالا كانت هي المين كاركتر كانت هي ديالا الرئيسيه انا كنت سبورت يعني اطلع معها فيك تعتبرني مرافق فيك تعتبرني انه يعني مشان ما تكون سيده لحالها عم تمشي وتفتل وكذا هيك اني انا اكون معها فهي صار عندها حالة ولادة وما عاد فيها يعني اجت حالة انه خلص ما عاد فيها تكمل هلا التصوير فقناة اليوتيوب يا بتكمل يا بتوقف يا حرام وبتموت حرام توقف يا بتموت القناة فأنا قررت أعمل هاي السلسلة فنزلت صورت وواو ما بعرف شو بدي أقول لك الأخبار فيها وشخصيات إعلامية وممثلين يحكوني إنه لا توقف كمل وهي من أول حلقة صورت الحلقة الثانية كمان يعني لسه صارت تفاعل فيها أكثر الثالثة الرابعة الخامسة كملنا بعدين أنا كان عندي كمان ظرف قلت لها لديالا إنه كمان مو بس الرجل السوري بيصور أعمال كمان السيدة اليوم عم توقف جنب جوزها وتشتغل لأنه الوضع ما عاد يستحمل بس شخص واحد لازم يشتغل. الكل اليوم لازم الكل فديالا صورت طبعا. فيديوهات وكل الفيديوهات يلي صورتهم كمان فاتت ترند الحمد لله يعني الحمد لله. صورت فلاحة وصورت غسيل دراج عملت هي بدي اسألها ديالا أول شيء الحمد لله على السلامة مثل ما قال والف كان عندك حالة ولادة اليوم ما شاء الله عندكم صبي عندنا الصبي والبنوتة 10 شهور والبنوتة 6 سنين الله يخليكم ياهم لاريسا وإيلان الله يخليكم ياهم لاريسا كمان يوتيوبر يعني لا تفكر خلص يعني دائما صارت لنا طلعوني معكم وكذا نحن شوي عندنا تحفظ بالنسبة لل انه تطلع معنا كثير بنطلع بس يعني شوي شوي بتكثر الطلعات شفناك ديالا مثل ما عم يقول وارف عم تشتغلي فلاحه عم تشتغلي موضوع هيك تنظيف الادراج كيف شفتي التجربه انت كثير صعب نحن لما بننادي لحدا مثلا انه يجي يساعدنا ويشطف الدرج ما بنكون حاسين فيه بالمعاناه اللي هو عم بيعيشها
يعني عن جد وجعني ظهري وتعبت وبدي اطلع وانزل وفي ناس ما بتفتح وفي ناس ما بتفتح البواب عرفت ليعطوني مي او يحاسبوني بالاجرة وهي يوم واحد اشتغلت وهي يوم واحد يعني كان كثير عذاب ونحن اشتغلنا شيء ثلاث دراج شطفنا فيهم فمشان هيك لا كثير صعب الوضع ما مثلا انت عشت الجو بالكامل لقيت البواب على الناس ابدا مي وعطوني مي وشاطه وجاي شخصيه ايه؟ مثل ما هي انا فكرتها يعني سهله كلها مي ويلا تقشير في حاله مثلا ديالا طلعت معها يوم يومين بدون تصوير لتعيش الحاله تشوف شو مشاكلها هذا شيء كثير مهم على فكره طبعا احنا بنعيش الحاله يعني انا اي حلقه بتشوفها عايشين الحاله عشان ما يبين في تمثيل لكن طبعا والفلاحه كيف كانت الموضوع الشغل الفلاحه بالنسبة لي كان الأمور كتير رواق وكتير صعبة لأنه عم بيشتغلوا تحت الشمس وآخر الشيء ما عم بيطلع لهم شيء من هاي الشغلة بس يمكن تأثرت بالمقطع هو الحمد لله أنا كل فيديو عم بكون عم بتأثر فيه لأنه عن جد عم عيش يعني عم بحس حالي أنا معهم يعني أنا عم بدالهم يعني أنا عم عيش الحالة تماما إيه إيه تماما يعني وهي بتبكي بقلب الحلقة وأنا وقعد منتج بقعد ببكي لأنه احنا بس الاثنين اللي عم نشتغل بالقناه هي ما معنا فريق انتوا معكم تيم ولا فقط انه هي بتمثل الدور بيجي وارف بيصور والعكس صحيح والعكس صحيح هذا هو تمام وارف قد ايه متعب هذا الشيء اليوم كثير خاصه انتوا بحاجه للاستمراريه بالفيديوهات طلعنا والله يعني صراحه صورنا هيك مقطع صغير وانه احنا ما عاد فينا نكمل للاسف لانه تعبنا يعني صار الموضوع مهلك يعني الموضوع استنفذ كل طاقتنا يعني انا صرت اني انا عم منتج اقعد لي 4 ايام بالبيت وتصوير ويعني تجي احيانا بنتي بدها تلعب معي الا مالي فاضي ما في يعني صار الموضوع مزعج جدا بس يعني هلا قررنا قرار نهائي انه نحن يعني ما عاد عندنا غير حلين يا يعني بنجيب تيم يا خلص خلينا نوقف القناه شو كان القرار نجيب تيم هلا في تيم عم نحاول عم نساوي عم ندبر يعني امورنا اليوم صعب انك تلاقي حدا يفهم على ذوقك ويفهم على شو انت تستمر نفس الخط يمكن تماما وعارف قديش مهم اليوم الواحد وصل لنجاح يستمر فيه بيقولوا النجاح انك تستمر فيه هو اصعب من النجاح صحيح طبعا. شو خططكم حتى تضلوا مستمرين على هذا الخط اللي انتم ماشيين فيه اليوم والله دائما نعمل افكار جديده يعني انا هلا شلون بدي كنت عامل سلسله كيف الشعب السوري عايش حسيت انه هلا انا بقدر اعمل شيء من هي ضمن الحمله اللي انا عاملها انه اعمل شيء يفوت من نفس الترتيب يلي كيف الشعب السوري عايش وبنفس الوقت اعمل شيء جديد فدائما بدك تكون عندك يعني افكار جديده لانه ممكن العالم خلص بتمل فانه لا اعمل شيء جديد رجع اعمل بوم هيك ضربه قويه بوم جديد اكيد تماماً. انت بحاجه تماما هلا انت مثل ما فهمت كنت درت على 3-4 محافظات يمكن جات تمنتج هلا كمان وين بدك تكمل هلا حكمل انا وين يعني وين بقدر كمل باي محافظه بقدر وين ما زرت لسه حلب حلب اي حلب صورت هلا دمشق حمص حما طرطوس اللاذقيه ان شاء الله طالع كمل بحلب انا اجيت لهون عن طريق شاشتكم الناشد العالم يلي بالداخل السوري انه ممكن يتبرعوا حتى لو بألف ليره انه الموضوع شوي خطير وشوي صعب بالنسبه للجمعيه دعمكم حياه انه بحاجه مصاري طبعا المعلومات كلها موجوده على صفحتكم موجوده عندي على الصفحه ميديا. تماما بس في كمان غلط عم يصير صغير انه العالم يلي من برا عم تبعث لي نحن شلون بدنا نتبرع ما هي هون موضوع اللي بيقولوا انه وين العقوبات الاقتصاديه مو صاير شيء يعني هي احد الشغلات يلي صاير عنا من موضوع العقوبات الاقتصاديه انه ما في لينك خارجي تقدر الجمعيه تخلي العالم اللي من برا يتبرع تحول لهم فافضل طريقه انا عن طريق شاشتكم انه يروحوا يتبرعوا لشخص ثقه بسوريا يعني يدفعوا له مصاري ابن خالته ابن عمته هيك يبعثوا له مصاري على البنك المركزي على الهرم على الفؤاد على الشركات الموجوده يعني الصرافه يحولوا له مصاري هو بيروح بيتبرع للجمعيه تارك لهم كل شيء وارقام تليفونات كله موثق وموجود عندي بصندوق الوصف على اليوتيوب تماما ديالا اذا بدنا نشوف كمان اليوم الجانب الاخر من الموضوع مثل ما انتم عم تعملوا شيء حلو في ناس اليوم عم تحاول تعمل شيء ولكن ما عم يتقبلوا الشارع السوري يعني يفرجونا انه نحن بنلطش بنات، نحن بناكل قتل بالطريق، نحن بنعمل مقالب بالناس، نحن بنجيب فنان وبنفتعل معه مشكله اكيد عم تتابعوا وعم تشوفوا، شو رايك ديالا بهي اللي عم يصير على السوشيال ما حاوصفها بالتفاهه ولكن شو رايك فيها انت؟ انت كبست الزر اللي انا دائما مزعوجه منه مش هيك عم يطلع ضربت على الوجع معناتها صراحه ايه لانه بالنسبه لي هن عم بيشوهوا المجتمع السوري بناتنا السوريات ما لهم هيك مو هي تربايتنا تماما ما تربينا انه نحن نلط الشباب بالشارع او حتى في شباب البنت هي ماشيه بالشارع ما عم بتكون بهي الطريقه المبتذله
يعني نحن عم نخلي الناس اللي عايشة برات البلد يتفرجوا على شوفوا الشعب السوري كيف عايش. طيب شو ها؟ طيب اليوم في أعمار، اليوم في 15 و16 و17 سنة اللي هنن هلأ أول طلعتهم، نحن شو عم نعلمهم؟ عم نعلمهم والله روحي لطشي شب بالشارع أو روحي تغالزي عليه أو اسحبي له، كلياته بالنهاية اتفاقات، يعني هن بالنهاية هن كومبارس وجايبينهم وعم بينبسطوا بحال إنه أنا مشهورة صرت وعم بمشي بالشارع. بس ثلاث أرباع التعليقات عم يسبون. وعارف جايك بالسؤال، في كتير اليوم كمان ناس حتى جابوا التوثيق بالصور إنه اللي عم يعملوا فيه مقلب مثلاً، فهو عم يطلع بكذا منصة للشخص نفسه، فعم يقولوا إنه في يا مكان مخصص لحتى يبعثوا هدول الناس يا هو كومبارس مشترك لكل المنصات. في هيك شيء وارد؟ هلا خلينا اول شيء يعني نعمم الصوره انه هن بيصوروا بدون موافقات، فاللي عم يشوف هدول الفيديوهات بيقول لك وشو عم يخلي الاعلام يصور، شوفوا الاعلام شو عم يخلوهم يصوروا، هن عم يصوروا بدون موافقه اي جهه رسميه. هي واحد. صح. اثنين، في شركه كومبارسات، انا راح احكيها بشكل عام لو بدهم يزعلوا منا، يعني في شركة كومبارسات اليوم أنا بحكي مع هاي الشركة بقول له بدي 2-3 شباب بيجوني، هالاثنين ثلاث شباب متوجه نحن على حديقة السبكي بالذات، هي عم تكون الهدف دائماً. هدف الأساسي بنقعد نحن بنحط وحدة على الكرسي وبنحط هاي بنقول له نحن هلا حاجي أنا هون اعمل حركة فلانية ما بعجبك تخلعني كف بخلعك ضرب كذا هيك. هذا الترتيب اللي عم يصير. هن عبارة كل المنصات، وللأسف صاير المنصات فيها ناس مشهورين هن ما عم يطلعوا، يعني مو بس انه مشهور هو عمل هالمنصه وعم يجيب فيها عالم وعم يجيب فيها ناس يطلعوا بالواجهه، ممكن يعطيهم راتب شهري، ممكن يعطيهم نسبه من القناه. بس هو بالخلف الستار، هن مجبورين يصوروا 5 فيديوهات باليوم، يعني اذا ما صوروا 5 فيديوهات باليوم ما بيقبضوا مصاري. يعني هذا شغل صار، شغل بزنس هذا صار. فالعالم يعني رات تعليقات كلهم بيسبون. هن شو اعتمادهم استاذي؟ هن اعتمادهم على الناس اللي عم تسب، بيجيب يمكن ريتش اعلى. طبعا الفيسبوك اليوم ما بيعرف، او اليوتيوب او اي منصه ما بتعرف انه هذا عم يسب، هذا بيعرف انه هذا تفاعل تمام، هذا كتب تعليق. اليوم انا كتبت تعليق بيطلع عند بيطلع عند قرايبيني انه انا عملت تعليق، فبيفوتوا بيشوفوا مين؟ بيشوفوا هذا الفيديو اللي جابوا مشاهدات وعم يطلع لهم من وراها مصاري. فإذا جاب 2-3 ملايين سبوا له أمه وسبوا له أخته ما بفرق معه، هو كمان صاحب المنصة عم يستغل هدول الناس. يا لطيف. يعني الراتب الشهري اللي عم يعطيهم إياه عم يطلعوا في فيديو واحد. للأسف. وكومبارسات اليوم، على جواب على حديثك، اليوم الكومبارس عم يطلع منصة واثنين وثلاثة وأربعة مقابل 25,000 ليرة. هلا اذا بدك انا بحكي لك انا مع 4 كومبارسات وبعمل لك فيديو بوزع لك فيه مصاري، طبعا المصاري كلياتها اللي انت عم تشوفها كلياتها كذب، كلها بترجع لاصحابها. كلها بترجع لاصحابها. يمكن هذا الحكي يمكن اغلب اللي عم يتابعون هلا ما بيعرفوا هذا حكي، بدي اعلى معهم للمنصات، بس هذا الحكي الواقع. وهن انت مثل ما قلت صار في تسريبات للموضوع. هلا بنحمل حالنا انا وياك، بنروح الساعه 11 الصبح 12 الصبح نتخبى بالسبكي، بتلاقيهم اجوا 4-5 منصات ما بيعرفوا بعض، كل واحد اخذ الزاويه تبعه والكاميرا واقفه هيك قدامه. والمشكله اليوم هذا انا بعتبره كوارف وديالا، بعتبره نصب على العالم. اكيد طبعا نصب وايذاء. برجع بعد لك موضوع إيذاء، هذا كثير شيء ضروري، لأنه اليوم أنت عم تأذي العالم إنه هيك هلأ صرنا نحن. لا ما هيك صرنا، هذا كله تمثيل. نحن عم ناخذ 25,000 لنطلع كومبارس، للأسف هذا الوضع اليوم. للأسف. عم يستغلوا حاجة العالم المادية ويعطوهم 25,000 كرمال هذا المقطع، كرمال على كل المنصات. أنا لا أستثني منصة أبدا. أخيرا ديالا، دائما اي زوجين بيطلعوا بيعملوا محتوى على السوشيال ميديا بيكون في هيك بيحاولوا يحافظوا على الخصوصيه بحياتهم، ما يطلعوا على مقاطعهم او الشيء اللي بيعملوه الخصوصيه. انتم كيف عم تحاولوا تخبوها من الشيء اللي انتم عم تعملوه؟ هلا نحن خلص وقت التصوير بنكون مو انه جديين، يعني قلت لك بالبدايه انه مثل ما نحن عم نظهر هذا الشيء للكاميرا، بس انه خلص مثلا بنوزن اكثر. تبع حبيبتي روح وعيني انه بلاها عرفت. بس الحمد لله نحن عم نحاول انه قد ما كان نوفق بين شغلنا وبين حياتنا. بالنهايه نحن انه متزوجين، فهذا الشيء لازم هيك نعمل كنترول شوي انه تمام. خلص هذا وقت الشغل عرفت. تمام. يعني بخانقني اذا عملت شيء غلط او مثلا في شيء ماني حافظته او معكيت او اذا كنت مالي محضره انه موجوده المشاكل. ما بصير. يعني. ايه ما بصير، لازم تحضري، لازم تعملي، لازم تساوي. ايه
فهذا الشيء طبيعي. انا مالي ملاك يعني كمان نفس الشيء يعني كمان نحن منصرفنا بالاخير بشر يعني. اكيد شرفتوني اليوم كثير بوجودكم معي. يا انا اسف فشيت لك خلقي يعني بس لا بالعكس هذا الكلام اللي انت حكيته لازم كل اللي عم يشوفونا اليوم يعرفوا الحقيقه وارف اكيد ان شاء الله يا رب شوفكم بالمكان اللي بتستاهلوه انتم من نجاح لنجاح. خلي لي قلبك يا رب. شكرا كثير لك. شكرا شكرا عن جد يعني ريحتني لانه العالم عم تفهم بطريقه انه يبعثوا لي الي وانا برات هذا الموضوع يعني انا اي شخص بقول لهم اي انا ما حدا يبعث لي شيء بعت لحدا ثقه اخوك ابن عمك كذا ويروح هو يتبرع بإيده يتبرع تمام شغله حبيت انه وصلها عن طريق لانه هدول المصاري بيكونوا امانه برقبتنا نحن ابدا صعب كثير ما خرج عنا اولاد وما خرج هالفوته بالمره يعني طلعوا عليك بقى صيت نصاب وعم يعمل هالحمله لجيبته لا 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 لا, لا. كل شيء روابط كل شيء كله روحوا تبرعوا بايدكم ادفعوا مصاري بايدكم وسلموا كل شيء وطلعوني من القصه انا مجرد انا عم وصل صوتهم عم وصل وجعهم عم وصل انه روحوا ساعدوا هالجمعيات الخيريه وان شاء الله من هالعمل لنعمل شيء ثاني ان شاء الله يا رب وموفقين. شكرا وارف. شكرا ديالا. شرفتوني اليوم اكيد. شكرا لكم. وانا هيك باخباري وفقراتي وضيوفي المميزين بكون خلصت حلقه اليوم لارجع اشوفكم ان شاء الله الاربعاء الجاي بحلقه جديده من كل مكان.